مرحبا احبابي، اليوم بدعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى اللوتوس بهيدا الشكل. حلى كتير كتير سهلة وبسيطة، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي عنا نص لتر حليب، 500 ميلي حليب، وإذا ما عنا الحليب السائل ممكن نستعمل كوبين مي ونحط فوق النص كوب حليب. كمان عنا 3 معالق صغيرة نشا، 3 معالق صغيرة طحين، ملعقتين طعم سكر. بحط النشا والطحين والسكر مع بعض. حركنا شوي على البارد. هلا بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. قبل ما يشتد الخليط عنا بحط فوقهم شوكولا بيضة 50 جرام. بستمر بالتحريك. بس صار عنا الخليط بهيدا القوام، هلا بطفي الغاز. هيدا القوام المطلوب. لنكفي مع بعض بحط الخليط على جنب. عنا هون بسكوت اللوتس نعمتهم بهيدا الشكل، وعنا ملعقة صغيرة زبدة دايبة. بحط الزبدة فوق البسكوت، بخلطهم مع بعض شي بسيط. هلا احطهم بصينية. طريقة حلوة عن جد، كتير كتير فخمة ورائعة. بعد ما عملتهم بهذا الشكل هلا بحط الخليط. بعد ما حطينا الخليط الابيض هلا بحطهم على جنب. عنا هون زبدة اللوتس، بدي سخنهم شوي بالميكروويف. بس دوبت الزبدة بهيدا الشكل خلطهم شوي. بحطهم على وجه هيدا الخليط. بمدهم على رواق بهيدا الشكل قد ما فيني. بمدهم على مهل عشان ما ينخلط اللون الابيض باللون البني. بحطهم بالبراد ليجمد الخليط عنا. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ربع ساعة. عنا هوني بسكوت برش بزين بهيدا الشكل. كل ما حطيناها بالبراد كل ما أفضل بتجمد أكتر. راح أحط بسكوت
في هيدا الشكل. كمان برش زبدة اللوتس شي بسيط. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم، طريقتها جدا سهلة وسريعة ما بتاخد وقت معنا بالتحضير. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.